بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحياتي زملائي إخواني الطلبة والطالبات في مساق برمجة حاسوب واحد. سأقوم بشرح أخوكم الأستاذ رامي زهرب المثال التالي، والذي سنقوم بإدخال مجموعة من الأرقام الصحيحة في داخل مصفوفة بالاستعانة بمربع حوار input dialog، ومن ثم نقوم بطباعة هذه الأرقام الصحيحة في النافذة. الآن في بداية حديثنا كنا تحدثنا أنه نحن بحاجة لمصفوفة بندخل فيها أرقام، إذا لابد أن أولا أعرف مصفوفة. طبعا هي أرقام صحيحة int x تساوي نو انت اكس 5. طبعا لابد نرتب هذه المصفوفة زي ما احنا شايفين. تعرفت ان هذه المصفوفة فيها 5 عناصر، يبدأ العنصر الاول بالفهرس 0 كما تعودنا اندكس، وينتهي بالفهرس 4، يعني 5 عناصر. بعد ذلك نعرف متغير من نوع string، لأنه نعلم أن مربع الحوار يرجع قيمة string، فلنس حنستقبلها وين؟ في متغير من نوع نص. الآن هلا عرفنا المصفوفة وعرفنا متغير نص. طبعا احنا بنحكي انه حيستقبل البيانات من خلال مربع حوار، ولكن بتستقبل 5 مرات، 5 مرات. اذا احنا بحاجة الى جملة تكرار لوب اللي هي فور. نكتب السنتاكس الخاص بالفور، وزي ما تعلمنا هذا هو السنتاكس باختصار شديد. بداية بدنا معامل التكرار، ممكن أعرف أي معامل على سبيل المثال y يساوي 0. الآن شرط التكرار بنقول إنه y أقل، وهنا نؤكد إنه 5، بالتالي أنا بدي أحطه قديش؟ 5، لأنه حيبدأ من 0 وينتهي بـ4، والـ4 أقل من 5، بالتالي الشرط صحيح. بعدين الواي تزايد اللي هو معامل التزايد. بعد ذلك نبدأ بكتابة أو استدعاء المعروف على الحوار input dialog. طبعا نقول S تساوي اللي هو المتغير السنجل اللي حيستقبل القيمة من مربع الحوار، ثم نستدعي مربع الحوار زي ما احنا شايفين كالعادة. جو اوبشن، وننساش حساسية اللغة دوت اللي هو شو دايلوج. ايه مهزين شو انبت دايلوج، ممكن استعين بهذه القائمة. طبعا هيحتاج قيمة، هيحتاج نص رسالة بين علامتين تنصيص، بكتب انتر نمبر انتر نمبر زي ما احنا شايفين، بحيث انه شخص نتبع الجملة. طبعا ما ننساش بالفاصل المنقوطة حتى ما ننساش احنا عندنا اخطاء. هيك انا حيطلب مني 5 ارقام. طيب الان بعد ما انا استدعيت هذا الرقم، البيانات حترجع قيمة نصية، مربع الحوار تتخزن في المتغير اس. الآن بدي أخذ هذه القيمة وحطها في المصفوفة، بالتالي حول x y y ليش y هياخد من جملة for واللي هي هتتكرر بأكثر يساوي n. تقدر تحويل القيمة النصية إلى
انتقال القيمة النصية إلى قيمة عدد صحيح بارز انت. طبعا وباخذ المتغير طبعا اس لانه قيمة ايش نصية. لاحظوا هون اي اس وهي عندي هون اس، بالتالي اصبح قيمة احول لي من قيمة نصية لقيمة رقمية. الان حيكرر العملية 5 مرات، حيبدأ في الصفر حيجي ياخد الرقم الاول، طبعا هون حتكون قيمة 0 حيخزن الرقم الاول المدخل. الان بعد عملية الادخال بدنا نكمل جملة الطباعة، حيطبع طبعا احنا عنا 5 ارقام في المصفوف، وبالتالي حنحتاج مرة اخرى لجملة فور. نعمل البنية تبعت جملة فور كما تعودنا. ممكن انا استعين مباشرة بالشروط السابقة، كوبي وبيست، نسخ ولصق يعني. الان نبدأ استدعي جملة برنت اللي هي سيستم دوت اوت سيستم دوت اوت دوت برنت. طبعا انا بدي برنت لاين هي اللي يطبع لكل رقم في سطر جديد. طبعا هون انا ايش بدي احط؟ نحط المصفوفة اكس والواي في داخل هذا الرقم، بحيث انه 1 تكون 0 حيكرر، حيكون 1 حيكرر مع انطباق الشرط. لما يوصل 5 مش حيطبع، لانه 5 ليست اقل من 5، يعني متطبق الشرط للتكرار. سنقوم الان بتطبيق البرنامج ونتأكد من سلامة هذا البرنامج. بنضغط الزر بانتظار العملية. كما نلاحظ ظهر عندي مربع الحوار الانبوت ديالوج، مربع الحوار الانبوت ديالوج، بطلب الرقم الاول 3 اوكي، ونركز هاي اول تكرار 6، ثاني تكرار كمان مرة 3، ثالث تكرار 9، رابع تكرار 10، خامس تكرار، يعني كرر 5 مرات. الآن بالنظر هل هو طبع؟ لو حركنا القائمة شوية هنلاقي انه طبع من 3 و6 3 9 10. هذا هو تطبيق البرنامج كما نرى. عزيزي الطالب لابد من مراجعة جملة فور طريقة تطبيقها قبل تنفيذ هذا البرنامج حتى يسهل عليك فهم هذا البرنامج. تحياتي لكم، نراكم في اللقاء المتجدد إن شاء الله. مع السلامة، إلى اللقاء.